من أحاديث الفتن ما جاء عند ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا من تلفظ بالإسلام. قالوا: يا رسول الله، أو تخشى علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم فلعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا فما استطاع أحدنا أن يصلي إلا سرا.